رتل كتاب الله ترتيلا وتجويدا. المد الطبيعي هو عبارة عن إثبات ذات الحرف بمقدار حركتين. مثال: حرف تفخمه وشدد هذا الحرف تشديدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحياة سبات؟ جدول يبين مخارج الحروف الهجائية كل حرف على حدة. مخارج الحروف يميبرر سنترج እያንዳንዳቸውን ፊደላት መውጫ የት ቦታ እንደሆነ ያብራራልናል። በባለፈው ትምርታችን ቦታቸው ነበር የተማርነው። ቦታቸው ከአንድ እስከ 17 ያሉትን ብዛታቸውን የሐርፍ መውጫ ቦታዎች ላይ ትኩረት አድርገን ነበር ያሳለፍነው። አሁን ደግሞ ፊደላቶቹ 28ቱ ፊደላቶች በዝርዝር ፊደላቶቹ ላይ ያለው ትንታኔ እናያለን። አልሐምዛ ሐምዛ መውጫ ቦታዋ ሚን አቅሰል ሐልቃ ከጉሮሯችን ሩቅ ቦታ ላይ ትወጣለች። አልባ ባ ሚን ሸፈተይን ማ አንጢባቅሂማ ባ የሚባለውን ፊደል በሁለት ከንፈሮቻችን በማገናኘት እንናገረዋለን። አታ ታ ሚን ዘህሪ ሊሳን በምላሳችን ظهر جافنا واصول الثنايا العليا بلاينيا في اللف الترساتين مباقيا سيرو لاي بمانكاكات ننناغروالن اثا ث من طرف اللسان بملاس جافنا واطراف الثنايا العليا بلاينيا في اللف الترساتين جافن غير بمانكاكات ننناغروالن الجيم جيم من وسط اللسان مع ما فوقه من الحنك الاعلى بملاساتين جافنا ከላይኛው ላንቃችን ጋር በመትዩ ከሆነው ጋር በማነካካት ጂም እንናገራለን። ሃ አልሃ ሃ ሚን ወሰጥ አልሐልቀ ከጉሮሯችን መካከል ላይ። አልኻ ኻ የመውጫ ቦታው ሚን አድነል ሐልቀ የጉሮሯችን ቅርብ ቦታ። ሚን ጂሃት ሊሳን በመላሳችን በኩል የመላሳችን ስር ገደማ ላይ እንናገራለን። አዳል ዳል من ظهر رأس اللسان يملاساتشين جافنا وأصول الثنايا العليا يلاينياو يفيلا في الترسوتشاتشين مباك ياغر. الذال ذال من طرف اللسان بملاس جافنا مع أطراف الثنايا العليا يلاينياو يفيلا في الترسوتشاتشين جافكر بما النكاكات ذال أن لالن. الراء راء من طرف اللسان بملاساتشين جافنا مع الظهر مع ظهره مع مما يلي رأسه يملاساتشن جاف لاي أن ناقروا لن تنسيك جاف ودوها لا قباب الودا جربو. أسرع عندن يو فيدل أزاي زا من طرف اللسان بملاس جافنا مع ما بين الثنايا العليا قريبة إلى السفنة مع انفراج قليل بينهما بلين يوفي الله في الترساتشن النابتاتشن يوم مكاكل تنش كفتت بمنور زا أننا قرالن إلى السينو السين من دزو من طرف اللسان بملاس جافنا يتاتشن يوفي الله في الترساتشن كوستن يو بقونو بكل بمانكاكات السين أننا قرالن. الشين شين من وسط اللسان بملاس جافنا ይቅርታ ሚን ወሰጥ ሊሳን በምላሳችን መካከልና ማዓማ ፈውቀሁ ሚን አልሐነክ አልአዕላ ሚን አልሐነክ አልአዕላ የከላኛው ላንቃችን ትይዩ ከሆነው ጋር ከምላሳችን ትይዩ ከሆነው ጋር በማነካካት ሺን እንናገራለን። ሷድ ሷድ እሱም በምላሳችን ጫፍና ከታችኛው ፊት ለፊት ጥርሳችን በውስጠኛው ጎን ጋር በማነካካት ሷድ እንናገራለን።
الضاد ضاد أسرع مستنيو في دلنو حافتي اللسان كملاساتشن كهولت قونو تشبان دنيو كلاينيو منقاقا قرب ما نكاكات ضاد إننا قرالن أسرع سدستنيو في دل الطا من طا من رأس اللسان بملاس تشافنا وأصول الثنايا العليا كلاينيا في دل في ترسجات مباك أقر طا إننا قرالن يتعلم يسي في عزت يا كمان في العليا بملاسات تنشافنا كلاينيا في دل في ترسجات مباك بما أنك أكات الظا إننا قرالن عيني يطالو في دل من وسط الحلقة بقرو راجن مكاكلا إننا قرالن عين عندزي الأسراز تنينيو في دل الغين غين من أدنى الحلقة قروراتشن كأرب وطالي مالت من جهة اللسان بملاساتشن بكل يملاساتشن سر أكبابي غين غين بلن ننقروالن الفا فا من بطن الشفة السفلة يتاتشن يو كان فراتشن جربالي مع طرف الثنايا العليا يلاين يو يفل في ترساتشن انتعف كان فراتشن لي بمسارف فا بلن ننقروالن القاف قاف من أقصى اللسان يملاساتشن سر لينا مع ما فوقه من الحنك الأعلى كملاساتشن سر تيجيو كهونا ويلان يولان كاتشنجر فانتم بمالت قاف بلن ننقر لن الكاف كاف من أقصى اللسان أهون مسو يملاساتشن سر لي هونو مع ما فوقه من الحنك الأعلى كلاين يو لان كاتشنجر بمانكاكات كاف بلن ننقر لن تحت مخرج القافي كقاف موجة بوتا كرب ولودا فاتشن يوت المالتنو هيا سوستنيو في دل اللام اللام لام يمبارو في دل ما بين حافتي اللسان بملاساتشن بهولت قنو تشمكاكل معا باند لي بعد مخرج الضاد كضاد موجة بوتا أرب بلو دجافو يا ود ملاسا تشاف أرب بلو مع ما يحاذيها من الليثة كلاين في اللفت ترسوشات مباكايا سرو قارب ما نكاكات لام بلن ننقرالن حيارتن يوفي دل الميم ميم من الشفتين كولت كنفروشات تنقر بما نكاكات ميم ننقرالن معا إذا كانت مظهارة قلص هنا بمتنبب قزي ميم ومن الخيشوم ميم قلص هنا كالتنببتش إذا كانت مخفاة أو مدغمة اللي لا في دلا يمتتشفل لك هنا ويم إخفاء يمتوان كهنا موج أوتو كخيشوم نو كغنى وقر عند لا يتوت عالج النون ليلا ونون هيا مستنيو في دل من طرف اللسان كملا ساتشنج أفنا مع ما يحاذيه من لثة الأسنان العليا كلاينيا في اللي في ترسوشاتشن مباك اياكار يملاساتشن تشاف بما نكاكات للمظهرة قلس هنا لمتن ببوانون الزيبوتا لين بملاس تشافنا يلاينيا في اللي في ترسوشاتشن مباك اياسر ولاي بما نكاكات نون بلن ننقرال ومن الخيشوم خيشوم يمي باروبوتا لاي توت عالج خيشوم يويا فنشاتشن لاينيا وكيكرادا وكف بلونه الزاب وطالعت وطالعت نون إذا كانت مخفاة أو مدغمة إخفاء ويم إدغام تدرقى يمتنببك هنا هيا سدستن يوفي دل الها ها من أقصى الحلقة كقرو راجين سر لي بدرت بكل ها بلن أن ننقر لن هيا سبتن يوفي دل الواو واو واو سنل هو التينت واو على المادية عندنا مسابع واو على وتخرج من جوف الفم والحلق كقرراتنا كأفاتين كفت وطالي توطالي واو مسابع كهونج مسابع غير المادية مسابع كالهونج دقم واو سكون وهم حركة كهونج وتخرج من الشفتين مع انفتاحهما بهولت كنفروتشاتشن سيكت أتأمو واو بلن أن ننقر المسابيع كالهونج مالتنا هيا سمنتن يوفي دل يا اليا موجة بوتاو المادية
ያ ስንል አሁንም ሁለት አይነት ያዎች አሉ። አንደኛዋ መሳቢያ ነች፣ ሌላኛዋ መሳቢያ አይደለችም። መሳቢያዋ ከሆነች ወተخرج من جوف الفم والحلق ከአፋችንና ከጉሮሯችን ክፍት ቦታ ላይ جوف የሚባለው ቦታ ላይ ትወጣለች ያ መሳቢያዋ ከሆነች። መሳቢያዋ ካልሆነች ደግሞ غير المدية ከሆነች وتخرج من وسط اللسان ያ ከምላሳችን መካከል ትወጣለች መሳቢያዋ ካልሆነች። አመል አሊፉ አሊፍ የምትባለው ፊደል فتخرج من جوف الفم والحلق አሊፍ መንግዚም አንድ አይነት ነች፣ መሳቢያ ብቻ ነች። جوف የሚባለው ቦታ ላይ ያፋችንና የጉሮሯችን ክፍት ቦታ ላይ ተወጣለች። ወላ ተኩኑ ኢላ መድያ መንግዚም መሳቢያ ነሁና ነው ተወጣው ማለት ነው። እስኪ ከዚህ በመቀጠል هل لهذه الاحرف الهجائيه مناطق معينه لخروجها ለነዚህ ፊደላቶች ለነዚህ ለ28ቱ ፊደላቶች ለተዘረዘሩት የተወሰነ የመውጫ ቦታ አካባቢ አላቸውን ጠቅለል አድርጎ ሁላቸውንም የሚይዝ ይላል። نعم الا للحروف الهجائيه ለነዚህ ከላይ ለተዘረዘሩት ፊደላቶች مناطق تجمع مخارجها 17ቱ ቦታዎች ጠቅለል አድርገው ባነስተኛ ቁጥር የሚያስቀምጡ ቦታዎች አሉ። ወህየ 5ቱን አምስት ቦታዎች ናቸው። 17ቱን ጠቅለል አድርገው ወደ አምስት አነስተኛ ቁጥር የሚይዝ ቦታ አለ፣ የሚያጠቃልል ቦታ አላቸው። وإليك بيانها في الجدول الآتي ይህም የሚከተለው ሰንጠረዥ ላይ ተቀምጧል። እነዚህ አምስት ቦታዎች مخارج عامة ወይም مخارج رئيسية ዋና ዋና የመውጫ ቦታዎች ተብለው ይታወቃሉ። ዋና ዋና የመውጫ ቦታዎች ተብለው ይታወቃሉ አምስቶቹ። እነዚህ አምስቶቹ ሲተነተኑ ነው እንደገና 17 የሚደርሱት። አንደኛው ቦታ منطقهቱል جوف جوف የምንለው የመውጫ ቦታ አካባቢ ነው። جوف የሚባለው ቦታ ራሱን ችሎ እንደ አንድ ይቆጠራል። فيها مخرج واحد አንድ ቦታ ተብሎ ይቆጠራል። እዚህ ቦታ ላይ ሶስት ፊደላቶች ይወጣሉ። እነሱም الالف المدية الياء المدية والواو المدية እነዚህ ሶስቱ የመሳቢያ ፊደላቶች الف واو ያ جوف ላይ እንናገራቸዋለን። ሶስቱ ቦታዎች አንድ ቦታ ላይ جوف ላይ ይወጣሉ ማለት ነው፣ እንደ አንድ ይቆጠራል። ሁለተኛው መውጫ ቦታ منطقه الحلق غرورو የሚባለው አካባቢ ነው። غرورዋችን ላይ فيها ثلاثه مخارج غرورዋችን እንደ አንድ ዋና ቦታ ተደርጎ ይቆጠርና ሲተነተን ሶስት መውጫዎች አሉት። وبها من الاحرف سته احرف ከዚህ ቦታ ላይ ስድስት ፊደላቶች እንናገራለን። غرورዋችን በሶስት ይከፈላል። ሶስት ቦታ ላይ ስድስት ፊደላቶች ይወጣሉ። አልሐምዘቱ ወልሃ ሐምዛና ሃ የጉሮሯችን ስር ላይ በደረት በኩል ሁለተኛው የጉሮሯችን ቦታ። አልዓይን ወልሃ አይንና ሃ ምን ወሰጥ الحلق ከጉሮሯችን መካከል ላይ ሶስተኛው የጉሮሯችን ክፍል። አልገይን ወልኻ ገይንና ኻ ምን አድነ الحلق የጉሮሯችን የላይኛው ጫፍ ላይ እነዚህን ስድስት حرفዎች እንናገራለን። ሶስቱ የጉሮሯችን ቦታዎች ላይ ይሄ እነዚህ ሶስቱ ቦታዎች በአንድ ላይ ጉሮሮ በሚለው ስር ይጠቃልላሉ ማለት ነው። ሶስተኛው ዋና መውጫ ቦታ منطقه اللسان የምላስ ክፍል የሚባለው ነው። ምላሳችን ላይ 10 مخرجዎች አሉ። ምላሳችን ላይ 10 مخارجዎች አሉ፣ 10 መውጫ ቦታዎች አሉ። وبها من الاحرف 18 حرفا እነዚህ 10 መውጫ ቦታዎች ላይ ምላሳችን ላይ ከሚገኙት 18 ፊደላቶችን እንናገራለን። እነሱም አንደኛ القاف، ሁለተኛ كاف، ሶስተኛ الجيم، አራተኛ الشين، አምስተኛ الياء غير المدية مسابيه الهونچو ያ، ስድስተኛ الضاد، ሰባተኛ اللام، ስምንተኛ النون المظهرة قلت هنا يمتن بوانو زيتانيا الرا أسرانيا الطا أسرانديا الدال أسرهولتانيا التا
አስራ ሶስተኛ አሲን አስራ አራተኛ አሳድ አስራ አምስተኛ አዛይ አስራ ስድስተኛ አዛ አስራ ሰባተኛው አዛል አስራ ስምንተኛው አዛ እነዚህ አስራ ስምንቱ ሐርፎች በአጠቃላይ ምላሳችን ላይ ይወጣሉ። ምላሳችን እንዳንድ ዋና የሐርፎች መውጫ ቦታ ሲቆጠር ሲተነተን 10 መخرጆችን ይይዛል። 10ሩ መخرጆች ደግሞ ሲተነተኑ 18 ፊደላቶችን ይይዛሉ ማለት ነው። አራተኛው ዋናው የሐርፎች መውጫ የሚባለው ማንጥቀቱ ሸፈተይን የከንፈራችን ክፍል ነው። ከንፈራችን ላይ የምንናገርበት ቦታ ነው። فيها مخرجان ከንፈራችን ላይ ሁለት መውጫ ቦታዎች አሉ። وبها ከንፈራችን ላይ من الاحرف ከፊደላቶች 4 احرف አራት ፊደላቶችን ከንፈራችን ላይ እንናገራለን። ከንፈራችን ሁለት መውጫዎች አሉት። በሁለት መውጫዎች ከፈላል ከንፈራችን ራሱ አራት حرفዎችን ይይዛል። አንደኛ አልባ ባ ከንፈራችን ላይ እንናገራለን። ግን ማንጥባቅ الشفتين ሁለታችን ከሁለቱ ከንፈሮቻችን በመገጣጠም ነው እንናገረው። ሁለተኛ አልፋ ፋ ነው من بطن الشفتي السفلى በታችኛው ከንፈራችን ጀርባ ጋር የላይኛው ጥርሳችንን በማነካካት مع اطراف الثنايا العليا አ ሶስተኛው ከከንፈራችን ከምንናገራቸው حرفዎች الميم والمظهرة ግልጽ ሆና የምትነበበው አሚን ከንፈሮቻችን በማገጣጠም ሚም ብለን እንናገራታለን። አራተኛው ከንፈራችን ከምንናገራቸው حرفዎች الواو غير المادية መሳቢያ ያልሆነችዋ ዋው ነች። አምስተኛው መውጫ ቦታ የሚባለው منطقه الخيشوم خيشوم የሚባለው የአካል ክፍል ነው። فيها مخرج واحد عند عند መውጫ ቦታ ይቆጠራል። እሱ ላይ አንድ መውጫ ብቻ ነው ያለው። አንድ የፊደል መውጫ ቦታ ብቻ ነው ያለው። وبها من الحروف حرفان እዚህ خيشوم የሚባለው ቦታ ላይ ሁለት ፊደላቶች ናቸው የሚወጡት الميم والنون ميم النانون ናቸው። ميم النانون عندنا غنة الميم المخفى او المدغمة او المشددة ميم زي خيشوم لاي توت على السنل اخفاء يمتهو نوا ويم ادغام يمتهو نوا ويم شدات درقة يمتنببا بغنة سلام يمتنبب يتشي نون خيشوم لاي توت على ሁለተኛ غنة النون የኑን ጉና ነው። ኑን እኽፋ ተደርጋ ስትነበብ አዊል ሙድገመ ወይም ኢድጋም ተደርጋ ስትነበብ አዊል ሙሸደደ ወይም ሸዳ ተደርጋ ስትነበብ ኑን አዊል ተንዊን ወይም ተንዊን እነዚህ ፊደላቶች ጉናቸው በኸይሹም ስለሚወጣ እነሱም አብረው ከዛ ቦታ ላይ ይወጣሉ ማለት ነው። እሺ ከዚህ በመቀጠል እንግዲህ መልመጃዎች ናቸው ያሉን እስኪ እነሱን ለማየት እንሞክራለን። ملاحظة ከዛ በፊት ግን እንደማሳሰቢያ ተከረረት الياء في مخرجين ياء የምትባለው ፊደል ሁለት ቦታ ላይ ነው የምትወጣው ይላል። አንደኛው ጆፍ ነው። ጆፍ የሚባለው ቦታ ላይ መሳቢያ ያ ትወጣለች። መሳቢያ ያልሆነችው ያ ደግሞ ወሰጠ ልሳን ተወጣለች ማለት ነው። ሌላው ሁለት መውጫ ቦታዎች ላይ የምትደጋገመው አልሚም አልሙዝሃራ ኢዝሃር ተደርጋ የምትነበበዋ ሚም ተخرጁ ሚነ ሸፈተይን በሁለት ከንፈሮቻችን ተወጣለች። ወጉነቱ ሚም አልሙድገማ አውል ሙሸደዳ አውል ሙኽፋ ተخرጁ ሚነ ልኸይሹም እግና ተደርገው የምትነበበው አሚም ደግሞ ከኸይሹም ተወጣለች። ሶስተኛው አልኸይሹም መخرጁ ልግና ኸይሹም የሚባለው ቦታ ለግና መውጫ ቦታ ነው። وليس له حرف خاصة ለኸይሹም የተለየ ፊደል የለውም። ግና የሚባለው ድምጽ የሚወጣበት ቦታ ነው ይላል። ولكن حروفه مكررة ፊደላቶቹ ተደጋጋሚ ናቸው ይላል። ከዚህ ቀጥሎ ያለው መልመጃ ما هو مخرج القاف والفاء والهمزه والعين والياء والميم
የነዚ ፊደላቶች መውጫ ቦታ የት ነው ይላል መልሱ تخرج القاف من اقصى اللسان قاف كملاساتشن سر ላይ ነው مننናገራት من الحنكل اعلى كلاኛው ላንቃገر وتخرج الفاء من بطن الشفه السفلى مع اطراف الثنايا العليا ከታችኛው ከንፈራችንና በላይኛው ጥርሳችን وتخرج الهمزه من اقصى الحلق ሐምዛ ደግሞ ከጉሮሯችን ስር وتخرج العين من وسط الحلق عين ከጉሮሯችን መካከል وتخرج الياء المديه مسابيه ياء من جوف الفم والحلق وغير المديه تخرج من وسط اللسان ياء كهونش مسابيه وجوف العين متوطاو ياء مسابيه كالهونش ደግሞ ملاس መካከል ላይ ነው متوطاو وتخرج الميم المظهره قلص تدرجا متنببوا ميم من كنفراتين سنناغرات وغنه الميم المخفات اخفاء تدرجا يمتنببوا ميم ويمشدا تدرجا يمتنببوا ميم ويم ادغام تدرجا يمتنببوا ميم كخيشون توطالش معناته نو كذا بمكتل تمرينات للمخارج مطلوب حلها الى مخارج بتملكته البا እነዚህን ማውጫ ቦታዎች እንደገና ትምርቱን በደንብ በማጥናት ለመስራት ሞክሩ አንደኛ አልባ የት ነው ማውጫ ቦታው አልኻ አልሃ አልካፍ አልሷት አንኑን አልሺን አልራ እነዚህ ፊደላቶች ማውጫ ቦታቸው የት ነው ይላል በመቀጠልም ከም አደዱ መኻሪጅ አልሁሩፍ የሐርፎች ማውጫ ቦታ ስንት ነው ይሄን መልሱ ما هو المخرج لغه واصطلاحا مخرج معلت لغه واصطلاحا من معلت نو ملس تنقسم مخارج الحروف الى خمسه مناطق ودا امست وانا وانا موجع بوتاوش تبلي يكفلالو حرف موجع بوتا فما هي التفصيل زرزرو مندنو اسون ملسو ما هي الحروف التي تشترك في اكثر من مخرج كاند موجع بوتا لاي بلا يالاچو حرفوچ انما ناتچو ويم بموجع بوتا يميقاروت النماناتشو ما هو مخرج الغنة يغنى موجع بوتا يتنو مع أي حرف تكون الغنة غنة يمتبالوا دمس كياتن يوچو حرفو جارنو متنقيرو اذكر الأبيات الدالة على مخارج الحروف سل حرفو موجع بوتا يمياملكتون قيتم تناقرو يلال يهولو كلاي أسلفنال ሪከርድን በደንብ በማድመጥ በቀላል መመለስ ይቻላል የዛሬው ትምህርታችን በዚህ ተጠናቀቀል ወሰለላሁ ወሰለማ አላ ሰይድና መሐመድ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ